قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا، عايز اتكلم على موضوع مهم جدا. زي ما حضراتكم عارفين طبعا، انا امبارح كنت في الكلاب هاوس، دخلت في روم كده في الكلاب هاوس بتاعت نادي الزمالك، وناس محبين لنادي الزمالك، كنت يعني بنتناقش وبنتكلم عن مشاكل نادي الزمالك. والحقيقه وانا بتكلم اتكلمت عن موقف يعني كان ما بيني وما بين كابتن فاروق جعفر. وكابتن فاروق زعل، وانا باكد ان هو ليه حق ان هو يزعل. انا ما كانش المفروض ان انا اسرد الموقف ده، او انا اجيب سيره اي حاجه ليها علاقه بالكابتن فاروق. وانا بستغل وجودي هنا امام حضراتكم ان انا بعتذر لكابتن فاروق، بقول له انا اسف، ما تزعلش، حقك عليا. انت راجل كابتني في نادي الزمالك، كابتن منتخب مصر، وهو ده اللي اتعلمناه جوه نادي الزمالك، ان في النهايه لو في اي مشكله لازم تبقى ما بيننا وما بين بعض، وفي النهاية الصغير لازم يعتذر للكبير. فأنا بقول لكابتن فاروق جعفر ما تزعلش، حقك عليا، وأنا آسف إن أنا جبت يعني سيرتك في موضوع كان المفروض إن احنا إن أنا حتى ما أذكروش. كابتن فاروق يعني طبعا نتفق أو نختلف، واحد من أساطير نادي الزمالك ومن كباتن نادي الزمالك، وأنا بقول لك كابتن فاروق ما تزعلش، حقك عليا. ده فيما يخص موضوع الكابتن فاروق جعفر، عشان الصفحه تقفل، الموضوع يتقفل. نخش بقى على ماتشات بتاعه الشامبيونز ليج. مانشستر سيتي ودورتموند. دورتموند النهارده اثبتوا ان هم فرقه رخمه، فرقه صعبه، فرقه مش هتكون رغم ان سيتي زي ما انتم عارفين سيتي ماشيين كويس جدا في البريمير ليج، لكن النهارده واجهوا مشاكل مع دورتموند. دورتموند فرقه تقيله، وهالاند عمل مشاكل كتير النهارده دفاع السيتي. طبعا ما اتفرجناش على الماتش كتير لان كنا متابعين ماتش ليفربول اكتر وريال مدريد، لكن هيبقى ماتش صعب. السكند ليج او الناحيه الثانيه، الماتش الثاني هيبقى ماتش صعب. طبعا ريال مدريد الاول مانشستر سيتي، دي بروين وفودن احرزوا الاهداف، وماركو رويس هو اللي احرز هدف دورتموند باسيست من هالاند. وريال مدريد بيفوز 3-1 على ليفربول، صلاح جاب جول ليفربول بعد ال 2-0، فينيسيوس جونيور احرز هدفين، واسينسيو احرز هدف. وريال مدريد يعني بيظهروا بشكل مختلف عن الدوري، رغم الغيابات، غيابات فاران، غيابات راموس، اتنين لعيبه لو اي فرقه غاب منهم الاتنين لعيبه الاساسيين بتوع اللي بيلعبوا جنب بعض بقالهم سنين في الاتنين قلوب الدفاع هيتاثروا. لكن زيدان في الشامبيونز ليج تحس ان هو عنده ملكه مختلفه عن كل المدربين، يعني تحس ان هو فعلا بيعرف يدير الماتشات بتاعت النوك اوت بشكل مميز جدا. والنهارده زي ما قلت لكم، رغم الغيابات الا ان زيدان قدر يتفوق على يورجن كلوب في مباراه. طبعا في مباراه العوده الجول اللي جابه ليفربول هيخلي ماتش الجول اللي جابه صلاح، يعني هيبقى الماتش بتاع العوده ماتش جامد جدا.